خلونا نروح للفقرة اللي بعد كده، فقرتنا الثانية، فقرة بالعقل. طيب، هو موضوع تاني انا عايز اتكلم فيه، ورساله الى مسؤولي اتحاد كره القدم ولجنه الحكام. خدوا بالكم، الضغط على الحكام بداها مبكرا. مش معنى ان النادي الاهلي تاجله في هذه الجوله ماتش سيراميكا يبقى مش هنتكلم. لا، هتكلم وهوضح كل الحقائق وهنكشف مخطط هدم وتدمير الحكام لصالح فرق. خلال الساعات اللي فاتت شفنا اعتراضات قوية، وبالمناسبة على التحكيم يعني، وشفنا حاجات لا تليق بهيئة الحكام أو بهيبة الحكام داخل الملاعب. يعني امبارح في مباراة الزمالك كان في مترجم هيضرب حكم وهيتعدى عليه، بعيدا عن الأخطاء الفنية جوه الملعب. أنا هنا بتكلم على الجانب الآخر، هي هيبة الحكام. هيبة الحكام دي حاجة كبيرة جدا. عنده أخطاء فنية الحكم، مليون في المية عنده أخطاء فنية. أنا واحد من الناس شايف إن عنده أخطاء فنية واضحة في مباراة امبارح، ودي حاجة غريبة جدا، يعني غريبة جدا بالنسبة لي. خلي بالكم، أخطاء فنية للفريقين، للفريقين امبارح. ولكن محدش اتكلم على المترجم اللي كان بيتهجم على الحكم وعايز يضربه. محدش اتكلم ولا حس ولا خبر. في مؤثرات دلوقتي بتحصل على التحكيم ولجنة الحكام. عشان كده دايما بحيي النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي بخبرتهم، ان هم شايفين المشهد من بدري، أرسلوا خطابات ومناشدات بيطالبوا فيها بتطوير منظومة التحكيم، ويمكن في هذا البرنامج عملنا حلقة كاملة على هذا الأمر. دلوقتي أنا بشوف صحة هذه الخطابات. أخطاء فنية؟ في أخطاء فنية، لكن هل معنى إن أنا عندي أخطاء فنية، الحكم عنده أخطاء فنية أطلع أضربه؟ أجري وراه أضربه؟ يا جماعة عشان نطور، لا يصح ما حدث خلال الساعات الماضية مع التحكيم، والتقليل من هيبة التحكيم بهذا الشكل، والتجاوزات اللي حصلت وشفناها امبارح. ده محمود متولي قرب من وليد عبد العزيز، كابتن وليد عبد العزيز اداله كارت احمر السنه اللي فاتت، وليد عبد الرازق السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها. تخيل حضرتك ان كان في مدرب كابتن مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك كان عنده عقوبه بالايقاف مباراتين، شفناه امبارح في ارض الملعب كانه شفاف كابتن مدحت وبيتكلم مع الحكم، وحديث طويل جدا. يعني هل هذا الكلام يصح؟ بعيدا عن اسم نادي الزمالك عشان ما حدش يدخلني في الزمالك، اهلي وزمالك يعني، لا انا بتكلم عن مدرب موقوف ماتشين، يبقى موجود ازاي في الماتش يا جماعه؟ مش عارف. طب دي لو حصلت مع الاهلي ايه اللي هيحصل؟ على فكره ممكن حد يطلع يقول لي اسلام لا سينفذ الايقاف من المباراه القادمه. سمعا وطاعة. قولوا لنا الكلام ده يا جماعة، قولوا لنا الكلام ده عشان نبقى فاهمين، ما نطلعش نتكلم عن أمور بهذا الشكل وهي مش مفهومة. احنا لازم نحسن من سلوكنا، ولازم نكون قدوة للجماهير والشباب اللي بتتفرج على هذه المباريات. بالنسبة للتحكيم كل فريق ياخد حقه، مفيش مشكلة، وانا دايما بقول كده. للأسف بعض من لا يشجع النادي الأهلي فاهم ان التطوير ده ظلم لفريقه، لان هم يعني في بعض الفرق واخده على الاحتواء وبتحب النغمه دي وبتحب روح البروتوكول، الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. فنفسه الدوري يلعب يتلعب دوري الاحتواء وروح البروتوكول، ونحن لن نسمح بذلك، جمهور الاهلي لن يسمح بذلك. فاذا كنت فاكر ان التطوير اللي حضرتك بتطالب بيه هو ظلم لفريقك، خليك في المظلوميه بقى. ما انا مش هعمل ايه يعني، اي فريق يعني، انا ما بتكلمش على فرقه واحده، انا بتكلم على اي فريق، لان العدل بيقول ان الفرق بتدور على العدل والعداله التحكيميه. الكلمه اللي بنقولها دايما المسطره الواحده في القرارات. لكن واحد يجري ورا الحكام عشان فريقه اتظلم من وجهه نظره، غريبه جدا. مدرب موقوف ماتشين ويبقى موجود في الملعب ويتكلم مع الحكام ويعمل، غريبة جدا. في هذا البرنامج دايما بنطالب ان كل الفرق
تاخد النادي الاهلي وكل الفرق، انا يعني قناه الاهلي فبتكلم عن النادي الاهلي، ولكن احنا هنا دايما بنقول ال 18 فريق ياخدوا حقهم، حتى لو الحق ده هيكون من في مباريات الاهلي عادي طالما حق، لكن بيهمني ان انا اخد حقي، لانه بصراحه نغمه برضو غريبه جدا وعبثيه طالعه خلال هذه الفتره او خلال الساعات الماضيه، اللي بتقول ان الخطابات اللي الاهلي ارسلها بيطالب فيها بتطوير منظومه التحكيم هي سبب الظلم لبعض من وجهه نظرهم بعض الانديه بتتعرض له. انا بستغرب جدا جدا من هذه الامور. طول ما احنا عايشين في نظريه المؤامره عمرنا المؤامره الكرويه يعني عمرنا ما هنتقدم ولا خطوه واحده للامام. يا جماعه مصر كلها اتطورت وتغيرت للاحسن، الجمهوريه الجديده في كل مكان. الجمهوريه الجديده في كل مكان، اذا كان اي نادي في مصر له حق من حقك ان انت تخاطب اتحاد كره القدم، من حقك تعمل اللي انت عايزه، ولكن مش من حقك ان انت تجري ورا حكم وتضربه او تبقى عايز تضربه، ومش من حقك ان انت تبقى موقوف ماتش. على فكره لو مارسيل كولر نفسه موقوف ماتش هقول هذا، موقوف ماتشين هقول هذا الكلام برضه، لان انا عايز لوائح تطبق بعداله تحكيميه لكل الفرق وليس فقط على النادي الاهلي. تيجي على النادي الاهلي يقول لك زي ما حد يقول لي يعني يا كابتن اسلام انتوا اهو بتقولوا، واحد ما بيشجعش الاهلي يعني انتوا بتردوا على يعني، لا سيب بيدو يتكلم ويعمل اللي هو عايزه واحنا ما نطلعش نرد. لا لا ما حدش يطلع يقول حاجه يا جماعه عشان حضراتكم ما تزعلوش، انا عمري ما برد وبغلط في حد بالمناسبه وبنحترم كل الناس، ولكن هنعمل ايه؟ ما هو واحد يطلع يقول لك سحر فالشباب هيبص عليه ازاي؟ وحد تاني لائحه يجب ان تطبق ما بتطبقش، معرفش ليه الحقيقه. اتمنى ان حد يرد لنا على هذه الامور وفي اسرع وقت.